عليكم احبتي الكرام، النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج موجود في متجر بلاي اسمه كليب بورد مانجر، ووظيفته هي نسخ النصوص من اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي داخل كليب بورد او حافظه خاصه بيه. كان بيسألني بعض الاصدقاء ان هم بيشوفوا نصوص بتعجبهم في الفيسبوك فما بيعرفوش ينسخوها ويستخدموها يعني، او ايه تفضل عندهم محفوظه. لما كانوا بيدوسوا على اي نص فبيكتب لهم تم نسخ الى الحافظه. هم طبعا بيدوروا على الحافظه ما بيلاقوهاش، وطبعا صعب اي حد يلاقي الحافظه او الكليب بورد، لان دي لازم يكون التليفون معمول له روتينج، ويعني بتبقى قصه تانية. ومن هنا بيجي دور برنامج كليب بورد مانجر اللي بيحل لنا المشكله دي وبينسخ لنا اي نص بيعجبنا. كمثال مثلا نخش على الفيسبوك مثلا، نفرض انا عجبني مثلا النص ده، ان انا السيارة الاسرع في العالم وعايز انسخ الجزء ده كده كامل، بدوس له كده بيجي لي رساله نسخ النص، بدوس نسخ النص كده بيكتب لي مثلا تم نسخ النص، لازم كده يكتب لي كلمه بالانجليزي تم نسخ النص. بالتالي لما ببص هنا كده بروح بلاقي هنا ايه، انها السياره الاسرع في العالم، ونسخالي هنا موجود بنفس الطريقه دي. وبرده المفروض هو برده بيدي لي ايه، انا ناسخ نصوص قبل كده، هنشوف مثلا ايه اي نص برده تاني مثلا، يعني برده انا نسخت كده ودوست اهو، كتب لي الكلمه دي الكلمه الصح كده عشان ده نص جديد، نسخ لي مثلا النص ده. بالتالي لما بروح جوه الكليب بورد مانجر اهو نسخ لي النص كامل متكامل وبقدر احتفظ بيه، وبالتالي دي اسهل طريقه لنسخ النصوص داخل كليب بورد من موقع متجر بلاي. شكرا لكم.